حاجات لو عملتهم هيغيروا لك جودة الفيديو من كده لكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى هشام، فيديو اديتور في سي بي سي تي في. النهارده جايين نتكلم عن 5 حاجات لو عملتهم في الفيديو بتاعك هيخليه لك رهيب جدا. اول حاجه هنتكلم عنها ويعتبر هي اساس الفيديو عامه ومعضله اغلب الناس اللي بيبداوا يعملوا فيديوهات سواء كانت على يوتيوب او حتى كانت فيديوغرافي عامه فريلانس، هي مشكله الاضاءه. الاضاءه دايما بتشكل هذه المشكله العصيبه اللي بتواجه كل الناس. فقبل ما تفكر ان انت تشتري بقى معدات اضاءه كتير وان انت تبدا ان انت تيجي تقول انا هجيب بقى سيت اب رهيب ب 200,000 جنيه، تبدا ان انت تفكر ان انت ازاي تستخدم الاضاءه اللي موجوده عندك، حتى لو اضاءه دي اي واي اصلا انت مصنعها في البيت، تبدا ان انت ازاي تعرف ازاي توزع الاضاءه بتاعتك بشكل صح. فالاضاءه زي ما انتم عارفين هي عباره عن توزيع، وانت لو عرفت التوزيع ده هي مهما كانت البادجت بتاعت الاضاءه بتاعتك تقدر ان انت توزعها بشكل صح تطلع لك اضاءه جامده جدا. خلينا بقى نعرف الاضاءات ايه انواعها. اول اضاءه عندنا وهي الاضاءه الكي لايت، والكي لايت دوت خلينا نشوف تأثيره على الفيديو. ده بالكي لايت، ده من غير الكي لايت، فرق شاسع. تاني حاجة موجودة عندنا في إضاءة الكادر وهي الفيل لايت، والفيل لايت هو اللون الأزرق اللي انت شايفه هنا على جنب. فده الإضاءة بالفيل لايت ودي الإضاءة من غير الفيل لايت. تالت إضاءة وانت ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش، يعني في ناس بتحب تستخدمها وفي ناس ما بتحبش تستخدمها، وهي الإضاءة الريم لايت. الريم لايت لو شفت في لايت نوت خفيف قوي موجود على الشيب بتاع البودي نفسه، والإضاءة ده بتكون متوجهة سواء من فوق أو من تحت عشان ترسم لك الشيب بتاع البودي بتاعك. فدي الإضاءة بالريم لايت ودي الإضاءة من غير الريم لايت بس. وطبعا دي الأباجورة بتاعتنا حبيبتنا يعني. تمام. الإضاءة بقى اللي انتوا شايفينها دهيت هي دي الإضاءة الأمبيانت بتاعت المكان. يعني ايه الإضاءة الأمبيانت؟ يعني دي الإضاءة الطبيعية أصلا بتاعت الروم. خلينا بقى نرجع لللايت أصلا وتوزيعة الإضاءة اللي احنا كنا عاملينها. وكده رجعنا لتوزيعة الإضاءة بتاعتنا. طبعا انتوا شايفين الفرق الشاسع ما بين الإضاءة العادية بتاعت الروم والإضاءة اللي انت بتعملها بنفسك. تاني نقطة معانا وهي التكوين. التكوين خلينا نكون متفقين إن هي حاجة مهمة جدا سواء انت كنت بتصور صورة أصلا أو بتصور فيديو. ولكن في قاعدة مهمة جدا 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 في التكوين بتاعك وهي الرول اوف ثيرد. معنى الرول اوف ثيرد هو ان الكادر بتاعك متقسم اتلات. الاتلات دهيت بتتقسم ازاي؟ هو ان بيكون في خطين رأسيين وخطين افقيين. نقاط التقاطع ما بينهم دهيت هي نقاط القوة اصلا بتاعت الكادر بتاعك. فانت بكل بساطة ما عليك غير ان انت تستغل نقاط القوة دي. بس لو انت بتصور فيديو اليوتيوب كدوت زينا، فانت تقدر تقعد في نص الكادر عادي جدا وتتكلم مع الناس بكل بساطة. اخر نقطة وهي حركة الكاميرا. خلينا بس نكون في الاول متفقين ان ثبات الكاميرا بتاعتك هي جزء من حركة الكاميرا. ليه؟ عشان انت لو سرشت كده شوية هتعرف ان ثبات الكاميرا او الستاتيك موفمنت هي حركة من حركات اصلا السينيماتيك شوتس. يعني ايه؟ يعني انت لو حطيت الكاميرا ثابتة في مكان هذه موفمنت اصلا لوحدها. بس اللي انت لازم تاخد بالك منه هو انت ايه هدفك من حركة الكاميرا. يعني انت مثلا لو بتفلوج فانت غالبا بتستخدم الراندوم موفمنت. يعني ايه الراندوم موفمنت؟ اللي هي الحركات العشوائية، بتبقى عبارة عن شوية حركات عشوائية بتجمعهم بتطلع لك كده. دي حركة اصلا من الحركات، في البان وفي التلت وفي البوش ان وفي البوش اوت، في حركات كتير جدا. ولكن انت لازم تكون عارف انت بتستخدم انهي حركة وليه. واهم حاجة في حركة الكاميرا بتاعتك هي الحفاظ على وزنة وقوة كادر الفيديو بتاعك في الحركة اللي انت بتعملها. يعني ما يجيش ان انت مثلا بتاخد بوش ان ولاقي البوش ان في النص اتعوج، يعني ما ينفعش. فانت لازم تكون محافظ على قوة الفيديو بتاعك فمهما كانت الحركة اللي انت بتعملها. وما تحاولش تعمل حركة مثلا لو انت مثلا بتصور هاند هيلد، فانت ما ينفعش ان انت تعمل حركة ممكن ان الكاميرا تقلش منك في النص، يعني ما تخطرش. ونقطة مهمة جدا برضو اللي انا شفتها ان في ناس كتير جدا ما بيستخدموهاش، وهي نقطة البي رولز او الانسرتات اللي انت بتدخلها في نص الفيديو. الانسرتات ديت عبارة عن حاجات هي بتفصل المشاهد وبتعيشه الجو اكتر عشان ما يملش منك او ان هو يبدا ان هو يفصل وممكن يقفل الفيديو بتاعك ويمشي، سواء كان فيديو على اليوتيوب او حتى اي فيديو او حتى لو انت بتصور اي حاجه. بس كده يعتبر ان احنا كده خلصنا اهم الاجزاء بما يخص صوره الفيديو بتاعك. طيب الفيديو بتاعك هو اصلا عباره عن ايه؟ هو عباره عن صوره وصوت. احنا كده يعتبر خلصنا اهم النقاط بما يخص الصوره. خلينا بقى ندخل على الصوت. الصوت غالبا بينقسم الى 3 حاجات، هما 3 حاجات تقريبا ما لهمش تالت، يعني ما لهمش رابع،
هما مالهمش حاجه بعدي. بس يعني انا في نقطه صراحه يعني بتضايق منها ساعات، وهي ان ناس كتير جدا يكونوا وصلوا لنص الفيديو وما يكونوش نزلوا عملوا لايك او عملوا سبسكرايب. ف يعني انا مش هكمل الفيديو، شكرا. نزلت عملت لايك صح؟ انا عارف ان انا مش ههون عليك، شكرا. وبدام انت عملت لايك خليني بقى اكمل لك نقطه الصوت، لان انت بقيت صديقي. الصوت بينقسم عندنا لثلاث نقاط، وهي صوتك والميوزك اللي شغاله في الباك جراوند والساوند افكتس. صوتك واهم حاجه هي صوتك. يفضل ان انت تانفست شويه في الايكويبمنت اللي انت بتستخدمها في الصوت عشان تطلع لك كواليتي صوت انت عاوزه. في حاجه من الحاجات المهمه اللي انت تقدر تانفست فيها هي نوعيه المايك اللي انت بتستخدمه في تسجيل الفيديو بتاعك. حاجه من الحاجات برضو اللي انت لازم تكون مهتم بيها هي المسافه ما بينك وما بين المايك. المايك لازم يكون قريب منك على قد ما انت تقدر عشان يطلع لك الكواليتي المحترمه اللي انت محتاجها. يعني مثلا المايك اللي احنا بنسجل منه دلوقتي هو عبارة عن هنا كده بالظبط. وبرضو لو انت حابب تسأل كده وعندك فضول يعني ايه المايك اللي انت بتستخدمه يا درش ابو الدراويش، والرود NTG2 ده لو انت كان عندك فضول. وطبعا حاول تحافظ على قد ما انت تقدر ان الدنيا حواليك ما يبقاش فيها نويز وانت بتسجل الصوت بتاعك. اخر نقطة بقى وهي المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية هي عبارة عن صوت بوم طخ، فتح الباب، قفل الباب، خطوات رجلين، الحاجات ديت كلها في بعض الناس بيحب ان هم يستخدموها كتير، فانت تقدر ان انت تسرش عليهم وتشوف لو انت حابب تستخدم حاجه عندك. واخر نقطه واهمهم بالنسبه لي هي الايديتنج، بس احنا مش هنتكلم عنها الحلقه دي او في الفيديو ده، هنتكلم عنها في فيديو لوحده. بس كده فيديو يكون خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتوه لكل اصحابكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.